أهلا بكم. قف واستدر وامضي بلا عودة، وإياك أن تقترب أو تحاول حتى، لا من السماء ولا من الأرض، لا مدنيا ولا عسكريا، لا راجلا ولا بمركبة. مصالحكم بأيدينا، لن تروا نفطا عبر جيهان، ولا تجارة عبر المنافذ، ولا سياحة ولا استثمار، ولا حتى شراء للشقق. حتى مسار التنمية سيتغير، ولا شيء يجمعنا إذا تعديتم على أرضنا. كل هذا كان صدى لصوت غير مسموع ولا ملفوظ، فالموقف العراقي ما زال طي الكتمان ولا يخرج من أعتاب المكاتب. وفود جلست في أنقرة وأخرى زارت أربيل، ونقل الوفدان رسالة بغداد، لكن مخالب النمر أو النسر لا تقف أمام الدبلوماسية ولا تهتم للمصالح إذا كانت ذريعتها الدفاع عن المخاطر. أما البكك فهو ملف شائك لا ينتهي بطاولة ولا بحوار، فإلى متى تأكل النيران قرى الشمال لا ندري، وإن كان أحدا يدري فليجلس هنا ويوضح لنا، علنا نفهم الحقيقة ولو كذبا. أهلا بكم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. حلقة اليوم ستكون مخصصة للتوغل التركي داخل العراق والاشتباكات مع البكك في دهوك تحديدا، وسط صمت وغياب لأي ردة فعل من حكومتي بغداد وأربيل. نناقش هذا الملف مع ضيوفنا الخبير الأمني والعسكري الدكتور أحمد الشريفي. مرحبا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا، حياك جنابك. وأستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري، مرحبا بحضرتك. حياكم الله. أيضا مشاهدينا ينضموا معنا عبر سكايب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ وفاء محمد كريم، مرحبا بحضرتك أستاذ. مرحبا بحضرتك وبالجميع. أهلا بجنابك. دكتور أحمد، أبدأ مع جنابك، شنو اللي يصير بدهوك تحديدا؟ مرة نشوف مقاطع فيديو، مرة نسمع أخبار، مرة تقارير، أريد نفهم هذا الموقف الضبابي، ما الذي يجري في دهوك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن القضية هي مثار جدل، وقضية ممكن أن نصفها بقضية رأي عام، لا سيما أنها قضية سيادية أي تمس بسيادة الدولة. ودعني يعني أنقل حديث اليوم جرى، تصريح لوزير الدفاع التركي. يقول وزير الدفاع التركي بصريح العبارة أننا سنمضي باتجاه تنفيذ عمليات مستمرة حتى موسم الشتاء، وموسم الشتاء ستقف العمليات بسبب الأحوال الجوية وليس نية في إيقاف العمليات، أي بمعنى العمليات مستمرة. فما هي مبررات هذه العمليات وما هي أبعادها وتداعياتها في ظل وضع حكومي يعني بالحقيقة عليه علامات استفهام كثيرة؟ هذا احنا نسألك عليه، شنو المبرر اللي يخلي القوات التركية والحكومة التركية اليوم تتوغل ل 40-50 كيلومتر داخل محافظة دهوك أو داخل الأراضي العراقية؟ يعني منذ تشكيل الحكومة الحالية قلنا أنه هناك استحقاقات فيما يتعلق بأمن الدولة وسيادتها، وأمن المياه مهم لأنه أمن الجبهة الخارجية، الأمن في حربنا ضد الإرهاب، لدينا وسائل الردع المتاحة والاستراتيجيات لا زالت قائمة وفاعلة. لكن في قضية المياه خطرة جدا، على اعتبار أن قضية المياه هي تمس وجود الدولة لأنها تهديد وجودي.
فكنا نأمل أن يكون هناك ضمن البرنامج الحكومي آليات لمعالجة قضية أزمة المياه التي بدأت بالفقر المائي وانتهت بالعطش المائي. ودولياً بين الفقر المائي وبين العطش المائي يعد أو يصنف حتى بموجب ميثاق الأمم المتحدة تهديد وجود وتهديد أمني سيادي. وجدنا أن الحكومة قالت سنفتح حوار، وعلى أساس هذا الحوار ستجري عملية التنسيق بالمواقف. المفارقة الغريبة أن الحوار الذي جرى كان مصادقة على الأرض اتساع رقعة العمليات تعبويا. أزمة المياه ربطت بقضية غريبة أنه نعطي دفعات كاستحقاق دفعات مائية اللي هي استحقاقنا، نعطيها مقابل أنه الأمن الغذائي الزراعة في العراق تكون تحت نظر وإشراف وإدارة تركيا. طيب هذا وبالمناسبة حتى إذا أردتم أن تستخدمون أسلوب التقطير والمرشات فمشروط قبال الماء أن نعطيكم حتى مرشات المياه أن تشتروها من عندنا. يعني أنا ما أقدر أستورد من أوروبا أو من الصين أو من الولايات المتحدة أو من أي دولة إلا عبر تركيا. طيب شنو اللي يجعلني في مورد الابتزاز وأنا هو شنو اللي جابرني اليوم أنا أخضع لك بكل ما تريد؟ اليوم تضرب مناطق العراق، تتوغل، تقطع المي، وبالمقابل تفرض علي تجارة متبادلة بمليارات الدولارات سنويا، ولازم أخضع لك بكل اللي تريده وأنفذه. أحسنت. ومفردة العدوان في ميثاق الأمم المتحدة تقول إن ليس فقط استخدام القوة أو التلويح باستخدام القوة، التلويح بحد ذاته يعد عدوانا. ويوم قالت مصر أنه ما يجري في ليبيا يهدد أمني القومي، سوت على كتفها الحدودي أي بمعنى ضمن السيادة المصرية، نشرت قطعات ميثاق الأمم المتحدة، أشار القانون الدولي عبر وسائل بالاتصال مع مصر، قال إنهم هذا الانتشار يعد تهديد لسيادة دولة لا زالت هي تحت رعاية وإشراف دولي. طيب إحنا هذا الاجتياح اللي وصل بحدود الآن بحدود 150 كيلو، عندنا أكثر من 40 تموضع. نفرق الغريبة أنه الولايات المتحدة التي نرتبط معها باتفاقية إطار استراتيجية واتفاقية أمنية لم تتجرأ على إنشاء قواعد للاستخبارات MI يعني military intelligence يعني استخبارات الجيش وين؟ في داخل إقليم كردستان. الولايات المتحدة ما عندها هيك قواعد بالعراق. احنا عندنا 4 قواعد للاستخبارات العسكرية، تجسس كامل وتنشر مجسات. والمفارقة الغريبة انه ما عادت فقط سيادة العراق وانما تمتد هذه المجسات في الرقابة وفي الإشراف، وصلت الى حتى حدود إيران. طيب احنا خلينا نكون منصفين، انا شخصيا بمجرد ان قصفت إيران طلعنا تحدثنا على الفضائيات وقلنا هاي انتهاك للسيادة ومنحنا فرصة حتى أن نتحدث على وسائل الإعلام. طيب ليش هنا أنا قصف ضخمنا؟ ليش هنا اجتياح واحتلال بكل مفاهيمها وقت القضية مستمرة وهناك صمت غير مسبوق؟ وأنا استعير لك مقولة لوزير دفاعنا، لأن أنا بديت بحديث وزير الدفاع التركي لوزير دفاعنا، قلنا من المبررات أو هذا إحنا عندنا بالقوة الجوية نسميه بالSOP Standard Operation Procedure سياق ثابت، انه اذا دخلت طائرات ونفذت عمل عسكري لابد انه طائراتنا تقلع للتصدي لها. ليش ما تطير؟ طلعوا في لقاء قال انا مقيد سياسيا، تبقى علامه الاستفهام. من الذي قيد قوتنا في الردع ان نواجه وان نشتبك للدفاع عن وطننا، واللي اليوم تصمت امام هذا الاجتياح اللي راح يكمل احكام قبضته على شمال العراق كله؟ شلون يعني مقيد سياسيا دكتور؟ هي هاي المفارقة الغريبة، واللي أنا بالحقيقة طالبت قلت أنه من الضروري جدا أن نفهم هذه. بالمناسبة أردوغان في القمة اللي شارك بها وزير الخارجية العراقي في قمة الناتو ماذا قال؟ قال لن نسمح في أن تكون هناك دولة إرهابية في شمال العراق وفي شمال سوريا. أنت على أساس تقيم أنه إقليم كردستان هي دولة إرهابية؟ هذه مفارقات غريبة تحتاج إلى الرد. دكتور علي، كيف تقرأ الاستهتار التركي والاستخفاف بالعراق عبر يوم بقطع المياه والآخر باجتياح الأراضي العراقية بكيلومترات ستصل إلى أكثر من 200 كيلومتر حسب تصريحات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجنابك ولزميلنا الدكتور أحمد وأستاذ وفاء ومشاهدي الكرام. يعني حقيقة لا يمكن أن تقرأ الموضوع اللي نحن في صدده إلا من خلال زاويتين. الزاوية الأولى هي قصر النظر الحكومة التركية، الإدارة يعني عملية صنع القرار في تركيا، وبنفس الوقت بالزاوية الثانية هي الضعف الحقيقة الغير المبرر للحكومة العراقية. ليش ما نخلي الضعف بالمرتبة الأولى وبعدين نجي لقصر النظر للجانب التركي؟ نعم، ما نقول مسارين، يعني أنا أتحدث عن مسارين تقييمهم هذا بحث آخر، يعني من الذي يعني يؤثر أكثر، لكن هو المسارين هم متوازيين، يعني في قبالة أنه هنالك قصر نظر لتركيا لأنه هي تنظر إلى الوضع العراقي الحالي ومتطلبات ومعطيات الوضع الحالي جيوسياسيا واقتصاديا وسياسيا، في قبالة الضعف اللي في الحكومة العراقية وفي الوضع السياسي العراقي. هو السؤال اللي ماكو إلى إجابة لحد الآن، ليش هذا الضعف من الحكومة العراقية وحتى من حكومة إقليم كردستان؟ نعم، يعني هو أولا هنالك حديث يعني أعتقد هو خطير جدا يقال، وهذا نحتاج احنا كأكاديميين ما نستطيع أن نقوله جزافا، نحتاج إلى دليل، وهو أنه العملية التركية ما يجري الآن في شمال العراق هو بضوء أخضر بغداد أنقرة وأربيل، وهذا حقيقة إذا ثبت فهو خطير جدا، لأنه يعني هو أولا مقامرة بمصالح بلد بأكمله، مقامرة بمستقبل أجيال. معقولة دكتور من الممكن أن تعطي حكومة بغداد وحكومة أربيل الضوء الأخضر لاجتياح مناطقها؟ ممكن تعطي الضوء الأخضر مثلا لقصف حزب العمال الكردستاني، هذا معقول، لكن الاجتياح أنا قلت تحتاج إلى إثبات. زين، هي فقط لغرض النقاش. بالتالي أنا أعتقد الآن الوضع في منطقة شمال العراق في إقليم كردستان مناطق الشمالية الرقعة الجغرافية لدولة لجمهورية العراق أعتقد فيه خطورة كبيرة على مستقبل العراق، على يعني الطبقة السياسية العراقية، الحكومة العراقية، القوى السياسية العراقية بما فيها في إقليم كردستان، عليها أن تعي هذه الخطورة وأن تتصرف باللي يعني الخطوات اللي من شأنها أن يعني تعطي صورة لتركيا بأن هذا العمل سيكون مآلاته خطرة جدا. وإحنا لدينا أوراق، دكتور أحمد قبل قليل عرج على قسم منها، يعني عندنا الورقة الاقتصادية، عندنا يعني حجم ميزان تجاري فاق 20 مليار دولار، وعندنا أيضا مؤثر هذا بالتأكيد الملف. بالتأكيد شركات ومؤسسات مالية كبرى تركية إذا فقدت السوق العراقي ستكون ضغوطاتها كلها على الحكومة التركية، فبالتأكيد والعراق يستطيع الأسواق العراقية تقدر تلقى البديل وبالتالي يستمر الوضع بديل عن السوق التركية. طالما الاقتصاد العراقي قائم على أساس الحرية التجارة ومنافذ كلها مفتوحة، والوضع السياسي والعفو الاقتصادي العراقي وضع واعد ومهيئ، فبالتالي السوق مفتوحة أمام الجميع، ربما فقط تبقى عملية الاختلاف في موضوعة النقل وما إلى ذلك والكلفة، لكنه إذا كان هذا يحقق هدف سياسي فلا ضير، وكثير من الدول لجأت إلى هذا. دكتور هي مجرد المحاولة شرف، ليش ما الحكومتين تحصل على شرف المحاولة وتلوح وتضغط بهذه الملفات حتى بالتالي تسيطر على هو هذا يعني الاستفهام الكبير اللي حقيقة منطقية مدن قال يعني مبرر، يعني الحكومة في بغداد الآن هي حكومة مستقرة حائزة على يعني توافق سياسي مطمئن، الوضع الاقتصادي إلى يعني يبشر بخير، اليوم برميل النفط تعدى 86 دولار، والميزانية والمستقبل العراق في علاقات الإقليمية والدولية جيد جدا، علاقة الإقليم بالمركز في أحسن حالاتها. لماذا هذا يعني ما نستطيع أن نوصفه، أو أدنى وصف هو التهاون بمصالح العراق من قبل الحكومة العراقية، من قبل حكومة إقليم كردستان. جيد، إذا تسمح لي أستاذ وفاء أجدد الترحيب بحضرتك. شنو اللي جاي يصير بالمناطق شمال كردستان وتحديدا دهوك؟ أكثر من 162 قرية تم تهجير سكانها منها، وهناك تهديد يمكن ل 206 قرية أخرى. شنو الموقف؟ دكتور علي تحدث عن جزئية أنه يقال
أن أنقرة حصلت على الضوء الأخضر من حكومة بغداد وكردستان بالتوغل داخل الأراضي العراقية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية حضرتك، تحية للضيوف الكرام وجميع مشاهدين قناتكم العزيزة. يعني نحن نتكلم عن التوغل يعني مستمر يعني خلال عقد أو عقدين، ولكن يتزايد يوم بعد يوم. يعني هذا التوغل موجود، والاعتداءات التركية موجودة، والقصف التركي موجود، وبناء القواعد العسكرية التركية ليست جديدة، إنما هناك تضخم وتزايد في هذه العمليات الإجرامية العسكرية على أقليم كردستان. أما بالنسبة اليوم، أنا أعتقد كان تصريح للسيد فؤاد حسين في قناة الحرة، قال إحنا نحن لم نعطي الضوء الأخضر أبداً للأتراك بالدخول، وهذا شيء غير مقبول. ولكن استغرب، هو يقول هذا، ولكن كان هذا صحيح، كان المفروض أن يقدم مذكرة احتجاج للسفير التركي اللي قبل أعطى مذكرة احتجاج كثير للسفير التركي، ولكن لم يجي نفع من هذا الموضوع. وزيارة السيد قاسم العرجي أيضا بطلب من السيد محمد الشيع السوداني إلى أربيل لمناقشة ومحادثة هذه الاعتداءات والتوغل التركي إلى أي مدى يصل. أنا أعتقد هذه المحاولات ايضا من سبق حاول هذا، ولكنها لم تجدي نفعا ابدا. شنو كانت نتائج هذه الزياره؟ احنا فقط شفنا الصور والاحضان، والسرور كان واضح، يعني ما شفنا انه انعكاس لموضوع مهم وخطير جدا واجتياح للاراضي العراقيه. اعتقد هو فقط لمسح وجه الماء، لان الصمت الخجول من الحكومتين الاتحاديه والاقليم صراحه هذا صمت معيب وخجول، وهذا يؤكد على شيء بأن زيارة الرئيس التركي وقبلها زيارة آكان فيدان، وحتى تهديدات خصوص آكاري ويشار أوغلو، هاي تهديدات يعني نفذت على أرض الواقع بأنهم سيأتون سيرا على أقدام إلى طبعا هم لا يقولون إقليم كردستان، يعني لحد الآن هم لا يعترفون بكلمة اسمها كردستان، إنما أنا أقول هم يقولون شمال العراق، ولكن أنا أقول إلى إقليم كردستان. نفذوا هذا المخطط الذي يريد يبنون 30 إلى 40 كيلومتر عرض شريط حدودي وحزام أمني وبناء قواعد أكثر في منطقة سيدكان ومنطقة ميرقسور ومنطقة قواكرك، حتى قريب بالقرب إلى مناطق شيلادزي ومناطق قرى أميدي. أتذكر يا أكو بعض النقاط المهمة يجب إحنا أن نتداولها. أولا، الأوراق التركية أكبر وأقوى من الأوراق العراقية. نحن لدينا أوراق زين كحجم التجارة اللي 22 مليار، هذا صحيح، ولكن إذا نخلي أوراقنا ونشوف الأوراق التركية، مع الأسف الشديد نشوف الأوراق التركية هي أقوى. وهذا يعني هذا 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 مو مبرر، هذا مو مبرر أستاذ وفاء، هذا مو مبرر أنه اليوم إذا أوراقي أقل أنه الدولة الأخرى تجتاحني. اليوم داخل أراضي إقليم كردستان بأربعين خمسين كيلومتر توضع لافتات مكتوب عليها باللغة العربية ممنوع الدخول إلى الأراضي التركية، على أي أساس؟ وهذا التوغل مستمر مثل ما ذكرت حضرتك منذ 10 سنوات أو أكثر. موقف حكومة كردستان على الأقل، تبادل النفط كان مستمر، ما نشوف يعني مرة صار قصف لمقر الموساد، قامت الدنيا المواقع التواصل القنوات الاستنكار، وإن كان هذا الموضوع يعني الكل استنكره، ما شفنا ردة فعل كما حصلت، وهذا الاعتداءات مستمرة لمدى 10 سنوات أو أكثر. يجب أن يعني نحن دقيقة من الناحية القانونية، هذا الكلام صحيح، الأتراك لديهم ذرائع وحجج، ونحن نعلم أن هاي حجج وذرائع يعني وغير حقيقية، ولكن شنو 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 هذه الذرائع؟ معروفة جدا، وجود حزب العمال الكردستاني الفككة المحظور عالميا. يعني انت لاحظ عندما احتلت ترك مناطق في سوريا، محافظة عفرين ورأس العين بعض، وتوغلت الى سوريا، قامت الدنيا على تركيا، الاتحاد الاوروبي نددوا لانهم دخلوا مناطق فيها يفقة اي القسد، قوات سوريا الديمقراطية. ولكن عندما يتوغلون في اقليم كردستان التنديد يكون اقل. لماذا؟ لسبب واحد، لان حزب العمال الكردستاني حزب محظور عالميا وارهابيا عالميا، وهم يعتمدون على ماده الاتفاقيات الجنيف العالميه في حاله ان لم تستطع دوله طرد المعارضين او وضع حد لها يحق للدوله الاخرى التدخل. ليش يعني ليش حكومه كردستان ليش حكومه كردستان ما انهت ما انهت ملف البكاكي، ما تحدثت به بالجديه الحقيقيه مع حكومه بغداد؟ السيد مسعود برزاني كان في بغداد قبل اسبوع. لا 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 لا، خلينا نكون واضحين،
الجانب التركي قبل كان في دان طلبة من الحكومة العراقية بحضور السيد قاسم العرجي أن يكون اتفاقية أمنية شبيهة بالاتفاقية الأمنية مع الجانب الإيراني. زي. أنت لا تنسى نحن أنزلنا المعارضة الإيرانية من الشريط الحدودي الإيراني إلى داخل عمق كردستان، وبعضهم دخلوا كلاجئين يعني، وحتى بعضهم سافر للخارج. هم يريدون نفس الاتفاقية الشبيهة بما حصل مع الجار الإيراني بإنزال حزب العمال الكردستاني، ولكن حزب العمال الكردستاني هم متواجدين بطريقتين، موجودين في جبال قنديل وفي متين وفي قارة وفي مناطق وعرة وشاسعة كحزب محظور. استاذ وفاء، شنو اللي يجبر حكومه اقليم كردستان اليوم تتحمل هذا العبء وكل يوم تقصف اراضيها وكل يوم؟ يا استاذ احنا ياما، هاي مو اول مره، ثاني مره، ثالث مره، يعني التهديدات هاي ما تكفي. والاقليم كردستان يعني شنو قوه اقليم كردستان؟ من الشهر الثاني وجود الحرس الاول اللواء الاول للحرس الحدود العراقي في شمال شيلاتزي قرب الحدود التركية العراقية متواجدين من الشهر الثاني، العلم العراقي موجود. كان قبل يقولون لنا يابا انتم الفيشمركة اطلعوا على الاقل اذا بيجيش من، لا بالعكس. اي استاذ وفاء، التهديد تجاوز الشريط الحدودي اليوم. قراكم الناس طلعت بالشوارع، قرد هوك اليوم تهجروا عبر الموضوع، تجاوز الموضوع الشريط الحدودي، وصل الى داخل المناطق. أنا هذا قصدي إحنا طالبنا بعض المطالبات من الحكومة الاتحادية كمر. أولاً ما يتحججون به، يابا يقولون حزب العمال الكردستاني إذا متواجدين في قنديل محظورين، ولكن في سنجار موجودين بطريقة علنية ورسمية ويجون يتمشون عندهم مقرات، شو يسوون بسنجار؟ هاي أولاً. مع العلم أن الحكومة العراقية قالت أن فكك حزب محظور، وعدنا قرار البرلمان العراقي بطرد جميع القوات المتواجدة مو بس الأمريكية، من بينها حزب العمال في سنجار، ولكنهم الآن مدعومين مع الأسف. ثانيا مدعومين من قبل منو مدعومين؟ دقيقة خلا خلص ملاحظاتي الله يخليك. ثانيا طالبنا، ما داموا يقولون هناك اتفاقيات أو على الأقل ما يسمى مذكرات تفاهم في 75 و83، يا مجلس النواب العراقي طالبنا بإلغاء جميع هاي، إن كانت مذكرة، إن كانت عقود، إن كانت اتفاقيات، على مجلس النواب أن تلغي جميع الاتفاقيات، لأن هاي الحكومة وريدة الحكومات السابقة. لحد الآن مجلس النواب لا تتجرأ أو ما أعرف شنو هذا الصمت. هل هناك تحت الطاولة اتفاق يسمح للجانب التركي كما قال مستشار رئيس الوزراء؟ يقول لك خلي أشوف موقفك بالبداية. اليوم أنت أراضيك تستباح، اقطع النفط اللي صدره، خلي اشوف موقف حقيقي، بالتالي انا هم اتعامل بنفس الموقف. لا يتصدر نفط، النفط ماكو، نفط بدا الشركه السومو ومتوقف من خلال سنه وشهرين، هاي اولا. ثانيا موقف هي، وهذا موقف سيادي، موقفي مع موقف الحكومه العراقيه، قالوا ان دز جيش، يابا دز جيش، يابا احنا نحكي وياهم، يابا تحكي وياهم. موقف الحكومه العراقيه هو شنو اولا؟ هو الموقف السيادي هناك مو عندي انا. زين، منو تحدثت عن دعم للبكك، منو اللي يدعم البكك؟ البكك موجودين مع بعض الفصائل المسلحة في سنجار ومدعومين من قبل تلك الفصائل، وهذا الشيء معروف. رؤساء لأهالي سنجار يا فصائل تدعم البكك؟ نعم ها، هناك فصائل مسلحة تدعم البكك دون علم رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، اللي طالب بإخراج جميع الفصائل والقوات، قوات البكك فقط ادخال الجيش العراقي حسب اتفاقية سنجار 2020 اللي تمت اتفاقية سنجار ان يخرج جميع، حتى الفيشمركة ما يدخلون، فقط الجيش العراقي، لا بكك، لا احد، لا فصائل، لا فيشمركة، بس الجيش العراقي. ولكن هاي الاتفاقية احد مطالبات الجانب التركي ومدعومة من الامم المتحدة ولحدنا لم تنفذ. استاذ وفاء، البكك موجودين فقط في سنجار، ما موجودين في توك؟ لا شنو اليوم البعض يسال شنو دور البيشمركة اللي يطالبون على رواتبهم من بغداد؟ موجودين في كردستان بطريقة محظورة، يعني بطريقة قشخ، بطريقة غير قانونية، في جبال وعرة، ولكن في سنجار عندهم مقرات رسمية وعلنية. هذا الموضوع. اعود لحضرتك دكتور احمد، شنو موضوع البكك في سنجار؟ معقول اكو فصائل مسلحة اليوم تدعم البكك بدون علم رئيس وزراء تدعم البكك في سنجار؟ ذريعة، شوف راح اجيب لك تراتبية الذرائع التركية.
في منتصف عقد التسعينات يوم حصل الصدام بالتركي يقول استاذ وفاء الان يقول اي لا لا انا راح احكي لك تراتبيه تاريخيه وعلى اساسها نقيم الوضع. في منتصف عقد التسعينات دخلت تركيا بذريعه فض النزاع والاشتباك بين الاحزاب، انا ذاك كان في النظام السابق كان خط 36 و32 وكان الاقليم قد اكتسب شيء من الحكم الذاتي، فدخلت تركيا بذريعة تفضل الاشتباك بين الحزبين. ثم بعد التغيير بعد اسقاط نظام صدام اصبح الاقليم دستوريا ومشرعا دوليا وانتفت الحاجة لوجود الاتراك، اطلعوا ما طلعوا. ثانيا نجي لقضية البيكيكي، دخلوا بذريعة البيكيكي وتخطوا الاماكن التي يتواجد فيها البيكيكي، علما انه حتى الموقف الامريكي والذي على اساسه صنف البيكيكي كمنظمة إرهابية للخلفية الأيديولوجية اللي يحملوها هم شيوعيين، وهذا التناقض بين الأمريكان وبين روسيا، كانوا يخشون أنه ذول الشيوعيين قد يقتربون من روسيا وروسيا تقترب من الحوض المهم الرابط بين الخليج وبين حوض البحر المتوسط في العراق وفي سوريا، فكان هذا البعد اللي صنف على أساسه صنفوا كإرهابيين. ثم في بعشيقة عندما دخلت تركيا تخطت وجود البيكيكي، إيش قالت في بعشيقة؟ قالت إحنا راح نجي ندرب مجاميع من الموصل حتى يحررون الموصل. طيب حررت الموصل أطلعوا؟ قالوا ما نطلع. الأخطر من ذلك أنه تحول من وجود بري مشات إلى وجود مدرع، يعني عززوه بقدرات مدرعة، وعينهم هم في بعشيقة وعينهم على كركوك، واضحة المعادلة لا تقبل اللبس. نجي نقيم إحنا كنظام سياسي، في النظام السياسي أي يعني تحدي أطماع التركية تجاوزت هوك وصولاً إلى كركوك، حياتك العثمانية الجديدة والتي نظر لها أحمد داود أوغلو ودخل إلى كركوك دون أن يستأذن من الحكومة الاتحادية ودون أن يستأذن من الإقليم ودون أن يخبر وزارة الخارجية، بمجرد أن دخل إلى كركوك بدأت الساحات التظاهر تصير في الأنبار واشتعلت المنطقة. ليش؟ لأن كان عندنا تقاطع بين خطين، خط الغاز اللي يفترض أن يمر عبر سوريا روسي إيراني، وخط نابكو الذي يفترض أن يجي من أذربيجان ويقطع ويصل إلى تركيا، وتبقى تركيا مسيطرة على أوروبا وتدخل على أوروبا ابتزاز، نعطيكم الغاز حتى تدخلونه كعضو في الاتحاد الأوروبي. الأوروبيين ما يردوهم لأن 3% من مساحة أرض تركيا هي أوروبية، وما دون ذلك 97% هي أراضي عربية وإسلامية. أريد أن أناقش جزئيات فقط للنظام السياسي، آسف يعني حتى أوضح لك هذا. في النظم السياسي أي تهديد حدودي هو تهديد سيادي. الإقليم من حيث التقييم إحنا كعسكر شو نقيم؟ نقيم كوحدة إدارية، من نجي إلى الإدارة هم يمتلكون خصوصية الإدارة كحكومة محلية أسوة ببقية الأقاليم، لأن إحنا أصلاً نظامنا شنو؟ نظام فدرالي يعني أكو أقاليم، فمن نجي على المستوى الإداري نعطيهم خصوصية، لكن على المستوى السيادي بما يتعلق بسيادة الدولة هم ما لهم دخل أصلاً. الاجتياح اجتياح قرار سيادي بين القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، لأن إحنا عندنا السلطة التنفيذية رئيس مجلس وزراء وليس رئيس وزراء. نعم. لو كان رئيس وزراء لكانت حقيبة وزارة الدفاع بيده، هو صاحب القرار الأعلى والقيادة العامة للقوات المسلحة بيده، لكن بما أنه هو رئيس مجلس وزراء أي بمعنى هو وزير أسوة ببقية الوزراء، ولكن هو يأتي عن طريق الكتل الأكبر أو الأغلبية جيد. فيكون هو رئيسا للسلطة التنفيذية، فإحنا عندنا وزارة الدفاع مستقلة ومساءلة أمام البرلمان بشكل مباشر، وعندنا مكتب القائد العام للقوات المسلحة، لماذا هذا الصمت؟ ثم أنا قبل فترة كان موجود عندي أردوغان، وأردوغان كما قلت في قمة الناتو قبل أيام في قمة الناتو قال لن نسمح بأن تتشكل دول إرهابية، التفت دولاً إرهابية في شمال العراق وشمال سوريا، كما تفضل الضيف من أربيل أنه هو يقول أنه هذه لا يعترف بالأقاليم، وإحنا على وشك إنشاء طريق تنمية وطريق مهم بالنسبة للجانب التركي أهميته كبيرة جداً. أبداً إحنا أهميته مثل ما تفضلت حضرتك حتى يفهم الرأي العام العراقي حقيقة ما يجري، أصلاً نسبة 10% فائدة للعراق كدولة عبور و90%
الى تركيا، لانه ايضا راح نعيد دور تركيا في ابتزاز اوروبا. اذا هذا ممكن ياكد ما تفضل به الدكتور علي بان هناك ضوء اخضر من قبل بغداد وكردستان. ولذلك احنا نفكك القضيه ونفصلها امام الراي العام، لان احنا في ظل نظام ديمقراطي عندنا دورين، دور المرجعيه العليا الرشيده ودور الشعب بوصفه مصدر السلطات وهو الذي يصنع النموذج السياسي. فنضع هذه الاستحقاقات أمام الرأي العام العراقي وأمام حتى مرجعيتنا الرشيدة، لأنه احنا لا ننسى أنا لا يجوز إلي أخلاقيا ومبدئيا أن أصنف قوات حماية السنجار أصنفها إرهابية. ما هي إجت شالت سلاحها ووقفت إلى جنبي في مقاتلة داعش، واني ما جاي اشوف من عندها على 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 اي على اي قوات تتحدث؟ مهم دي يتحدثون. لا لا اتحدث استاذ وفاء، قال اكو فصيل حشد مسلح. لا نحكي لك قصه. هل من الممكن ان يدعم فصيل مسلح قوات البكك في سنجار؟ لا ابدا، هو حشد شعبي، احنا عندنا متطوعين. وليش حتى يدعمه؟ لا احنا ما داعمين البكك. شوف البكك شنو عيني، البكك فكره، البكك حزب. شوف اكو بكك اكراد، بكك في سوريا وفي تركيا وفي ايران وفي العراق، هذا يحمل فكر. ما لم يقترن الفكر بعنف لا يحق لي حتى دستوريا انه انا اصنفه ارهابي. ثم انا في وقت ازمتي هم شكلوا قوه لحمايه سنجار، هذه القوه انساقت مع القانون الدولي مع الاراده الوطنيه، ويوم اعطى الحشد ما اعطى الحشد لي حتى يشتري ذمم جهه ارهابيه، هو كان يحتاج الى بندقيه وطنيه تقاتل الى جانب لحمايه الازيديين، وهم دافعوا عن الأزيديين ووقفوا ويانا. بما أنه وقف ويانا حتى الولايات المتحدة ما من حقها أن تسقط بآرائها علي. أنا وقت اللي احتجت في سنجار أنا لا شفت الطائرات الأمريكية ولا شفت الدعم الدولي، بعد إجاني بعد 3 أشهر إجاني. قبلها البكك كانوا مو البكك، كانوا اللي موجودين حزب العمال الكردستاني شال بندقيته ووقف إلى جانب الحشد الشعبي، الحشد اللي من الجنوب ومن الوسط وقف إلى جانبهم. بما انه وقف الى جانبي احاجج الامم المتحده في مجلس الامن اخش بعيونهم اقول لهم وقت اللي انا كنت في ضائقه وطنيه. لكن هذا يعطي ذريعه بالمناسبه يا اخي، انا ليش افتح الباب اللي يجيك منه ريح سده واستريح؟ ليش انطي ذريعه للجانب التركي اليوم حتى يقصف ويتوغل؟ لا ابدا، هذه الذريعه موجوده. ولاحظ واقسم بالله اكثر دوله لا ترغب في ازاله البكك من المعادله هي تركيا، لانه اذا طلع البكك التفت الحاجه لازم ينسحب من شمال العراق، هو ما يرغب بالانسحاب من شمال العراق. ايوه انا اليوم ليش انطي العذر؟ هل تعلم انه هم ما اكثرهم هم مو شيعه لكنه قاتلوا تحت مظله المرجعيه وتحت رايه الفتوى؟ اي كردستان اليوم يقول لك انا مناطقي تعاني، القرى تهجرت بسبب البكك. ابدا. طيب لنفرض العماديه وين اكو بكك؟ ماكو بكك، ماكو، هاي ذريعه. يعني هو يطارد له سيارة دا يمشي بيها كردي يعتنق الايديولوجية الشيوعية الشيوعي. طيب ما الحزب الشيوعي عنده مشارك وعنده نصيب بالبرلمان ومقبول، ما عندي مشكلة به. والآن أكو مفاوضات تجري بين روسيا وبين الولايات المتحدة، بين الصين علاقات. هل تعلم أن التبادل التجاري بين الصين وبين الولايات المتحدة هم شيوعية؟ بين تريليون ألف مليار دولار. أكو حماية للبكك من قبل جهة معينة أو لا؟ لا هم شو يقولون؟ يقولون هذه القوة اللي هي اليوم. أنا أسأل اليوم إذا كردستان حكومة كردستان إذا أرادت تتعامل مع ملف البكك، أكو جهة بالمقابل تقف بالضد وتقول لا أنا أحميهم ما من حقهم؟ أبدا، هم جزء من الحشد الشعبي. هسه عندنا إحنا استعداد أن نوجد معالجة، لكن هل هذه المعالجة ستنهي قضية ملف سنجار؟ مو ملف سنجار ترى مو شيء هين، ملف سنجار تعرف شنو؟ واحدة من الأبعاد اللي مهمة، هذا ارتفاعه عن مستوى سطح البحر 1400 متر. يوم اللي أراد صدام أن يضرب إسرائيل راح استخدم هذه المظلة الارتفاع العمودي ووجه ضربه، أي بمعنى أنه جزء لا يتجزأ من الأمن القومي، طبعاً معابر استراتيجية للغاز والبترول. فهو أمن بالنسبة إلى الولايات المتحدة وإلى الأوروبيين، يعتبر أمن طاقة وأمن حليف. وهاي الصراعات الآن اللي تجرب إسرائيل، إحنا ما عدنا بعد ما عاد الجسد العراقي والوطني يحتمل أزمات إقليمية تندفع باتجاه الداخل. إذا تسمح لي دكتور علي، الأطماع التركية بدأت واضحة منذ أولى الخطوات. اليوم نشوف لافتات تعلق بداخل الأراضي العراقية ويحسبوها، يقولون ممنوع الدخول إلى الأراضي التركية، خلاص بأي قانون بأي طريقة ما نعرف صارت أراضي كردية.
جبال غيرها وديان أراضي كردية. بالتالي الدكتور تحدث عن الأطماع التركية تصل إلى كركوك وربما تتجاوز كركوك. زين، بعد ما تتجاوز كركوك ممكن نشوف رد حكومي أو بيان شوية بلهجة أقوى مقابل هذا التوغل والأطماع؟ يعني بالضبط التغلغل التركي في العراق بل والاحتلال العسكري المباشر هو الحقيقة تواجده ربما مع عملية التحول اللي صار بالعراق يعني، وتحديدا حتى نكون أكثر دقة بعد الانسحاب الأمريكي من العراق يعني في حكومة السيد المالكي، بدل عملية الدخول والتواجد العسكري التركي. عندهم الآن قواعد عسكرية ومكاتب للمخابرات والاستخبارات التركية في شمال العراق منتشرة ومعروفة في هذا المجال. ممكن نقول البككة، ممكن نرجع من الذي أدخل البككة إلى العراق؟ تذكر حضرتك الدكتور أحمد كان في ولاية ثانية للسيد المالكي، كان هنالك اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبين حزب العمال الكردستاني، ولم تدخل به حكومة المركز ولم يعني كطرف في هذا الاتفاق، وهو أنه اتفقوا تركيا ويا الحزب العمال بإنهاء العمليات العسكرية، وكانت صيغة الاتفاق تسلم البككة أسلحتها إلى تركيا وتخرج إلى العراق إلى شمال إلى جمال قنديل. كل القيادات العسكرية وكل عناصر البككة رجال ونساء يعني دخلوا إلى العراق بموافقة تركية وأيضا من أقليم كردستان. كان الاتفاق تذكر حضرتك كان في حكومة المالكي كان هنالك قطيعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وكان هنالك تحريض من قبل تركيا لحكومة الإقليم على الحكومة الاتحادية في ذلك الوقت، وبالتالي حتى العراق احتاج على هذا الاتفاق. لكنه هو هذا هاي بداية عملية التغلغل الكبير. اليوم تركيا من يعني تتذرع بعملية تواجد البككة، ما هي البككة تواجدت بموافقة وباتفاق موقع في هذا المجال، فهذه كلها حقيقة مجرد أعرج على ما قال الدكتور أحمد هي ذرائع. وحتى وأنا أؤكد ما قاله بأنه تركيا لا ترغب على الإطلاق في أن تخسر هذه الورقة، ورقة التواجد البككة في شمال العراق، لأنها الورقة الوحيدة التي بإمكانها أن تتحدث عن تغلغل. وسط كل هذه المعطيات اليوم شنو أمام الحكومتين من وسائل أو حلول لإنهاء هذا الملف؟ يعني أولا الحل العسكري أنا أعتقد هو لا نستطيع أن نعول عليه كثيرا لأسباب معروفة. الوضع العراقي لا يتحمل. أنا أعتقد الوسائل الأخرى غير العسكرية، إحنا عندنا أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، هناك عندنا الأداة الدبلوماسية، الأداة الاقتصادية، عندنا أدوات أخرى. الحل العسكري إذا كان هو الدفاع عن أرضك من الممكن أن يأخذنا إلى أمور أخرى، بالتالي أكو أمم متحدة وأكو ميثاق وأكو مواثيق. ما الحل العسكري تحتاج إلى أنه أنت تقيس قدراتك العسكرية في قبالة قدرات العسكرية الأخرى، وبالتالي هل العراق لأن إحنا تقدر تتدخل فصيل إلى أقليم كردستان؟ فصيل لواء تقدر؟ هذا الموضوع ما هناك تنسيق، يعني الإرادة السياسية هي منشطرة بين أقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية، ولا سلطان للحكومة الاتحادية على وحتى على المناطق اللي هي مناطق أقليم كردستان. وفي الفصيل اليوم الحكومة الأقليم عندهم بيشمركة آلاف مؤلفة، يعني حكومة هي البيشمركة هي قوات دفاع داخلية على الحدود وأمن الداخلي داخل إقليم كردستان، هي ليست قوات يعني بقبالة دولة مثل تركيا. تركيا هي دولة مجهزة من قبل حلف الجناح حلف شمال الأطلسي، وكانت هي معدة من المثابات المصدات للتوغل السوفيتي على في أبان الحرب الباردة، بالتالي تمتلك قدرات عسكرية، قاعدة أنجرليك من القواعد من يعني كبريات القواعد في منطقة الشرق الأوسط. فبالتالي هذه حقيقة عندما نحسب في الإطار الاستراتيجي في الحساب الاستراتيجي هنالك بون شاسع، يعني هذا على الورق، وبالتالي اتخاذ قرار من هذا النوع أعتقد فيه مقامرة كبيرة جدا وحساباتها تكون، لكنه بالإمكان أن نعول على يعني أوراق أخرى من هالورقة الدبلوماسية. إحنا عندنا اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، عندنا الورقة الاقتصادية، عندنا دول المنطقة دول العالم، بالإمكان أن تكون هنالك عملية يعني
دبلوماسية واقتصادية واستخدام لأصدقاء العراق نعم. في هذا المجال لعملية الضغط على تركيا في هذا الإطار من أجل عملية على الأقل أن يتم عملية تحديد هذه أو تحييد هذه التوغل ومن ثم إيجاد سبل من أجل من شأنها أن تخفف هذا التوتر ولعل من عدها عملية إخلاء المنطقة من قوات البككة مثل ما هم اتفقوا بعملية تسليم الأسلحة للبككة وإخراجهم خارج الحدود التركية بدون أسلحة بالإمكان أن يكون هنالك عملية قرار من مجلس الأمن بضغط من العراق أصدقاء العراق والولايات المتحدة الأمريكية وين الضغط هذا؟ الكل اليوم ينتظر هذا الضغط يعني هو هذا عمل الحكومة يفترض أن يكون هو هذا عمل الحكومة وعمل مجلس النواب اللي هو الجهة التشريعية أن يكون هنالك عملية شروع بعملية سن قانون يجبر الحكومة يلزم الحكومة بأن تتخذ إجراءات لحماية سيادة العراق جيد أستاذ وفاء دكتور أحمد تحدث عن الأطماع التركية وقال من الممكن أن تصل أو تتجاوز حتى كركوك اليوم شون تنظرون إلى الأطماع التركية وبدأت التوغل واعتبار الأراضي العراق أراضي تركية نعم مطامع التركية هي واضحة والعودة الحلم إلى الدولة العثمانية يعني هم كل سنة عندهم ليرة واحدة بولاية بما يسمى ولاية نينوى عندما نتكلم عن ولاية نينوى هي تشمل تقريبا كل إقليم كردستان مع كركوك يعني هم كل سنة يعتبرون ولاية نينوى أحد ولايات الدولة العثمانية السابقة ويخلون ليرة واحدة كتنمية فقط كتسمية للتذكر يعني هذا الحلم هم عندهم هذا الحلم ولكن أنا أعتقد هذا من الصعب جدا يعني من الصعب جدا تنفيذه لأن بصراحة الحكومة العراقية مع إقليم قادرة يعني إذا وصل إلى الحد قادر لا ليش من الصعب الألف ميل تبدأ بخطوة والجماعة وصلوا 200 كيلومتر داخل الأراضي العراقية لا أنا جايك لأنه هاي مو أول مرة الجماعة يجي دائما يجون بحلول دبلوماسية مثلا إحنا قلنا 100 مرة أكو بعض الأعذار يعني مثلا نحن لا يعني لا نقول تركيا لا ولكن نعلم أنها حجج وأعذار ولكن نستطيع أن نقطع الأعذار الأخوة يقولون الجا ولكن ما يسألون أسئلة عن الحكومة العراقية أنا أسأل بعض الأسئلة خلي جاوبوني لماذا لا لماذا لحد الآن لا يستطيع الحكومة العراقية طرد حزب العمال الكردستاني المحظور من سنجار واللي الحكومة العراقية تطالب طرده والسيد قاسم عرجي زارب قال يا بطلع وهذا مو أراضيكم المعارضة العالمية حسب القوانين العالمية المعارضة تكون في نفس البلاد اللي تعارض فيه يعني إحنا قلنا قبل بيشمركة في جبال يعني في جبال أزمر وفي رمقرون وفي جمال كنا في جبال يعني وكان الجيش العراقي خامس جيش في العالم زين حزب العمال فقط في سنجار أم موجود داخل المحافظات الكردية لا هي ما موجودين ولا محافظة كردية موجودين في جبال إقليم كردستان الوعرة لأن هم ممنوع التداخل إحنا قاعد نحارب الفككة من التسعينات الفككة يا أخي العزيز هو حزب كومونيستي ماركسي حزب ماركسي ما يعترف لا بدين ولا بوطن ولا يعترف بشيء اسمه حتى كردستان هو حزب من التسعينات يتواجد في إقليم كردستان مو يعني مو من جديد ونحن كالحزب الديمقراطي حاربنا الفككة من التسعينات لحد الآن هو تأثير وخطورة حزب العمال الكردستاني وضررهم جاي يصير على المناطق الكردية بالأخص زين نتحدث عن حكومة كردستان إذا نحسب ضرر حزب العمال الكردستاني أولا بسبب تواجد حزب العمال قطع المياه والتصحر والجفاف هي أحد الذرائع اللي يقول يابا الملف المائي والملف النفطي والملف الأمني على طاولة واحدة هم يقولون يابا خلصونا من الفككة حتى أنا أعطيكم ولو أنا إحنا نعرف هم ما يصدقون نعرف هي حجة ولكن أنت كما قلت المحاولة شرف يعني خلينا نحاول خلينا نقطع الذرائع خلينا نقول لهم يابا هاي الفككة إحنا طردناهم ولكن الأخ يقول الآن من ضمن الحج الشعبي يا أخي الحج الشعبي جاء بفتوى دينية وإنهم عقيدة دينية الفككة حزب ماركسي ما إلى أي عقيدة ما إلى أي وطن شلون أنت تخلي فككة في ضمن الحشد هذا ما يصير وهذا ما لا يقبل به عالميا ثانيا الحزب المعارض يجب أن يكون في تركيا أكو جبال الأناضول أكو جبال شاسعة روح بتركيا سوي عملياتك انت ايش عندك مشلب عندنا باقليم كردستان استاذ وفاء مو من ضمن الحشد الشعبي لكن قال في بعض الاماكن وقف الى جنب الحشد الشعبي بمحاربه الارهابيين دفاعا عن الايزيديين انا اتذكر هو لا انا اتذكر كل هاي اتذكر يعني احنا الحمد لله شاركنا في كل هاي والتاريخ
يعني مو بعيد يا دكتور، هم مو متحدث باسم الحشيش. دقيقة، أولا الفككة لم تدخل ضمن منظومة التحالف الدولي العالمي ضد الإرهاب، زين ما قبلوهم، ولكن شاركوا في بعض العمليات 2-3 صحيح، ولكن غير مق، ولكن اليفقة اللي هم القسد قوات سوريا الديمقراطية دخلوا ضمن التحالف الدولي. يعني باوح حتى هم صاروا يعني أكبر يعني مصيبة حتى لليفقة. هسه اليفقة همين خطيه من صارت عليهم كلها لان اتهموهم بتواجد الفككة هناك وانهم مدعومين من الفككة. فهنا القصد شنو؟ حكومه الاقليم شو تريد؟ تريد اولا تقطع الذرائع، تقطع زي. الحجج. ممتاز ممتاز. اذا تسمح لي انا عندي نقطتين اذا تسمح لي. لحد الان ماكو مذكره احتجاج للسفير التركي. زي. لحد الان ماكو اي شكوى. باوع الحكومه العراقيه قدمت دعوه على اقليم كردستان، قالت يصدرون النفط وكسبوا الدعوه، ولكن لم يقدموا ولا دعوه على كل هاي الانتهاكات التركيه دوليا وعلى قطع المياه. يعني هاي اسئله لازم نسالها للجانب العراقي وللحكومه العراقيه، انتم ليش هالقفوا عفاء؟ مو بس بعدين حبيبي يا اخي، حتى حتى موقف رئيس الجمهوريه شنو؟ خلص دقيقه اساتذه، علينا ان نعرف ان الفككه مدعومين من بعض الدول، بعض دول المنطقه الجوارين يدعمون الفككه وتواجد الفككه تفيدهم. هاي ثاني شيء. بعدين السياده العراقيه مو منتهكه من قبل الجانب التركي، صحيح الجانب التركي ينتهك السياده العراقيه اكثر من الدول الاخرى، يعني اكو جميع الدول جوارين العراق مع الاسف كل واحد بطريقته قاعد ينتهك السياده العراقيه، اما عن طريق سرقه النفط والاستيلاء على بعض الابار والحقول، اما عن طريق قطع المياه، اما عن طريق القصف. استاذ وفاء، اكو سؤال يطرح اذا تسمح لي، بما انه حزب العمال الكردستاني موجود على اطراف مثل ما ذكرت المحافظات الكرديه، وعندكم الكثير من القوات الامنيه، شنو اللي يمنع اليوم، شنو اللي يمنع كردستان مع التعامل وانهاء موضوع تواجد حزب العمال الكردستاني على اطراف محافظاتكم؟ المناطق التواجد بها حزب العمال مناطق وعره وشاسعه جدا جدا. مناطق الجبال يعني هاي مناطق يحتاج الى بصراحه قوه كبيره، واحنا اي تقدر اليوم تقدر تستعين، تقدر تستعين او تطلب من حكومه بغداد الداخل طردناهم من الكثير من المناطق. ليش ما تستعينون اذا المناطق وعره وصعبه عليكم؟ ليش ما تستعينون بالقوات الامنيه؟ دخل افواج من عندنا اليوم وزاره الدفاع، وعندنا طيران، وعندنا الكثير من حشد الشعبي. يا اخي استعين، تقدر تنهي هذا الملف، بالتالي ما تبقي ذريعه. ليش الحكومه العراقيه قررت تضرب الفهية؟ ما قررت هي لحد الان بسنجار. تسمحون تدخلون قوات عراقيه لمناطقكم؟ بسنجار ما يقدر يطلعوهم قدامهم بسنجار، ما يقولوا لهم روحوا. هسه يجون الجبال قنديل يحاربون. انا اسال اليوم الاقليم يسمح لي قوات عراقيه بالدخول الى مناطق كردستان؟ من الشهر الثاني يتواجد اللواء الاول لحرس الحدود العراقي في شمال شيلازي عمد على الحدود العراقية التركية، متواجدين من الشهر الثاني. إيه هذا لواء واحد والعلم العراقي يا خليجون. بس أنا أقول لك العراق ما يحارب الفككة، مستحيل، هاي ما يسويها. يا أخي أنت قول اللي عليك، أنت خلي قوات تدخل بالتالي شوف النتائج. بالتالي أنتم المناطق الكردية المتضررة الوحيدة، مو الوحيدة وإنما المتضرر الأكبر هم شعب إقليم كردستان. أكيد أكيد إحنا متضررين، 600 قرية هجرت، آلاف المزارع حرقت، ناس راحوا ضحية، إحنا ما نقدر بعض المناطق، يعني الفككة هم أخطر، يعني هم أنت ما تعرف لما يحكمون القرية شلون يحكمون القرية، يحكمون نعم. القرية بالحديد والنار ويقطفون الأطفال ويتاجرون بالمخدرات. هم لما حضروهم الاتحاد الأوروبي، لما حضروا حزب العمال ليش حضروهم؟ يعني هم عالميا محظورين، حتى الاتحاد الاوروبي معلوم، يعني واضح. تروح شيل علم الفككه بالمانيا تسجل 10 سنوات، بس علم واضح الاوروبي. عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الاستاذ وفاء محمد كريم، اشكرك جزيل الشكر، شكرا جزيلا لك، والخبير الامني والعسكري الدكتور احمد الشريفي، شكرا جزيلا لحضرتك، والاستاذ العلوم السياسيه في جامعه بغداد دكتور علي الجبوري، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، خلونا نشوف أبرز ما جاء في منصة إكس حول التوغل التركي في شمال العراق.
ختام الحصاد بموجز يلخص أبرز الأخبار. وزير الخارجية يؤكد ضرورة إيجاد حل سريع وعادل للأموال الإيرانية المجمدة في العراق. وزير الداخلية يعلن تشكيل مقرات مشتركة بين العراق وإيران لتسهيل دخول الزائرين. محافظ كربلاء المقدسة يؤكد إكمال جميع الاستعدادات لإحياء زيارة العاشر من محرم الحرام. جهاز الأمن الوطني يعلن القبض على إرهابيين اثنين بعد الاشتباك معهما في محافظة صلاح الدين. قيادة الشرطة الاتحادية تعلن القبض على 15 متهما وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد وبابل. حصاد الليلة انتهى، شكرا لكم وإلى اللقاء.